خاصة وأن الكثير من دول العالم وحتى دول العربية شرعت تدريجيا في رفع الحجر الصحي وإطلاق حملة فيما معناها تعايش مع الفيروس، لأنه أكيد الفيروس تسبب في انهيار اقتصادات العالم. كيف ترون هذا الأمر؟ أولا، مدة تفشي الفيروس سوف تتجه إلى عدة أشهر. نعم. الأهم هو كان إنقاذ الأرواح أولا وتسطيح المنحنى، يعني بالفرنسية أبلاتيغ لا كوب، باش ما يكونش باش نوقفوا التسارع في عدد الحالات. إن إذا لحقنا المرحلة الاستمرارية وتسطيح للمنحنى، يمكن يعني حينذاك التفكير في رفع الحظر ولكن تدريجيا. نعم. لأنه ستكون هناك حالات في الأسابيع القادمة، ولكن الهدف هو إنقاص عدد الحالات تدريجيا، وإنقاص خاصة الوفيات وعدد الحالات اللي تكون في مصالح الإنعاش. لهذا يجب التفكير من الآن في رفع الحظر، ولكن بصفة تدريجية جدا، لكي نتفادى إعادة ارتفاع أو تشبع لمصالح الإنعاش. مبدئيا، هل يمكن القول أن الوباء في الجزائر يعرف استقرارا؟ نعم، نستطيع قول ذلك، لأن كي نقولوا استقرار ماشي معناها نكون عندنا 20 حالة أو 30 حالة. حتى تحت ال 200 حالة مدة 3 أسابيع، لأنه ما ننساش بأن المرض لو دخل عندنا عنده قريب 3 أشهر. لهذا عندنا الوقت يعني تفشى في الجزائر، ولحقنا مرحلة 3 أسابيع دائما بين 150 و200 حالة. لهذا نقدر نقول بأن هناك استقرار في عدد الحالات. الحمد لله تجنبنا كارثة صحية إنسانية، ولكن الهدف الآن هو التعايش مع الفيروس، ولازم المنحنى نعاودوا نقصوه تدريجيا، لازم ما نكتفيوش بالاستقرار. نعم. طيب، كيف يمكن إعادة ربما ضبط المنحى في النزول؟ لأنه الحمد لله كما قلت المنحى مستقر نظرا أو مقارنة بدول أخرى. هي نحن نشوف الاهداف. نعم. هدف اللجنه العلميه وهدف الوزاره الوصيه هي الاهداف. اولا، تجنب كارثه صحيه كما شفناها في بعض البلدان كايطاليا واسبانيا او حاليا البرازيل. ثانيا، تسطيح المنحنى والاستقرار. ثالثا، لان الاقتصاد البلد لا يحتمل حظر لمده عده اشهر او حجر صحي لمده عده اشهر. لهذا عندما لحقنا المستوى والاطباء يقدروا يتكفلوا ويقدروا يتحكموا بالوضع، الان يجب رفع الحجر تدريجيا، سواء عن طريق ولايات معينه، سواء عن طريق يعني الناس اللي عندهم عمل معين. الان يجب، الان المواطن لازم يقلل من تفشي الفيروس. سيكون هناك حالات، ستكون هناك وفيات للاسف، ولكن هدفنا الان المواطن يقلل من تفشي الفيروس. نعم. باسترجاع العمل تاعو اليومي، باسترجاع يعني الاكتيفيتي تاعو في اليوم، ولكن باش نقصوا تدريجيا عدد الحالات على مده اسابيع. ما راحش يكون هناك كما يكونوا كما يقولوا بعض في الفيسبوك اليوم الفلاني سينتهي الوباء. ما راحش يكون هناك توقف يعني مباشر، سيكون هناك ان شاء الله 120 حاله، ومن بعد 100 حاله، ومن بعد 60 حاله، 40 حاله الى اخره. لهذا المواطن الان لازم هو الاول يعني اللي راح يحدد مده القضاء على الوباء. نعم. طيب دكتور، ابقى معنا، سنتوقف عن دراسة ومتابعة انتشار فيروس كورونا. قبل الفاصل كنا نتحدث عن مرحلة التعايش مع الفيروس ورفع العديد من بلدان العالم للحجر الصحي، عن وضعية الجزائر، كيف ستواصل أكيد الجزائر من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس. دكتور، بما يتعلق في مسألة التعايش
التعايش السلمي أو التعايش عفوا أقول مع فيروس كورونا. أكيد ما هي الميكانيزمات الواجب اتخاذها حتى يعي المواطن أن الفيروس كما قلت في البداية ليس له موعد أو تاريخ للانتهاء، وإنما علينا ضبط أكيد الإجراءات الوقائية؟ نعم، إذا لاحظتم تفشي الفيروس في البلدان كان بصفة زمنية، دائما كان عندك علاج، دائما يكون هناك فارق زمني. نعطي مثال، في إيطاليا كان تفشي الفيروس 11 يوم تقريبا قبل فرنسا. ولهذا فرنسا قد تعلمت بعض الدروس من إيطاليا. نحن يجب أن نتعلم الدروس التي فاتتنا في الوباء وفاتتنا في رفع الحظر، كالصين مثلا التي تبقى مثال للتحكم في هذا المرض. أولا يجب عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة. إذا رجعت الحياة إلى طبيعتها، الناس يقومون بالعمل، ولكن الناس اللي ما تخدمش، الناس اللي خاصة الكبار في السن أو الأطفال مازال ما رجعناش للحياة المدرسية مازال ما ولاتش، عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة. ثانيا عدم الخروج من المنزل، لبس الكمامة سواء كانت كمامة طبية أو كمامة منزلية مصنوعة في المنزل، صح هي أقل واقع يعني أقل تأثير أو أقل حماية من الكمامة الطبية، ولكن إن التزم الكل بلبس الكمامة المنزلية قد نقضي على الفيروس في أقرب وقت ممكن، لأن الكمامة المنزلية تحمي أيضا الآخرين من الإنسان اللي لابسها. ثالثا غسل الأيدي بالماء والصابون أو عند التعذر بالهلام المائي الكحولي أو الجلد والكرك. رابعا احترام المسافة أكثر من متر ونصف بين الناس أو تباعد اجتماعي. هذه هي يعني لو لازم المواطن يعمل بها، خاصة في هذه المدة عند رفع الحظر مباشرة. باش الأطباء إن شاء الله يولوا يركزوا على الحالات الصعبة بدل ما يكون عندهم تركيز على عديد من الحالات اللي ما تعرف لهم في العمل. يعني هذه هي الإجراءات التي يجب الالتزام بها مباشرة عند رفع. نعم جيد. طيب أيضا في إطار هذا وبالموازاة مع الإجراءات الوقائية، أكيد الجزائر ماضية في استعمال بروتوكول علاج الكلوروكين الذي أثبت فعاليته. هي في الميدان وبعد الآلاف من الحالات أطباء أقروا بنجاح دواء الكلوروكين أو البروتوكول بالكلوروكين ولابتروميكين، وكانت نتائج جدا إيجابية. نعم. حتى عندنا في طمانات في أقصى الجنوب الجزائري. الآن كان هناك قرار للمنظمة العالمية للصحة. والجزائر بلد سيد لم يتخذ أي قرار إلا بعد مشاورة كل اللجنة العلمية. وبعدها سيكون هناك قرار إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا لك. وقبل الختام، الجزائر وككل دول العالم مقبلة على موسم الاصطياف، ما هي الإجراءات التي يمكن القيام بها لتفادي انتشار الوباء؟ أولا إلى عرفت كان هناك ولايات فيها الكثير من الحالات. نعم. وهناك ولايات على الحالات قليلة، لهذا يجب أن لا يكون هناك تنقل كبير للمواطنين بين الولايات، لأنه قد يكون هناك قد يجب أن نستشير في الولايات الأخرى لتعداد الأقاليم الحالية. نعم. لهذا لحد الآن موسم الاصطياف راه مجمد. نعم. طيب. إلى حين نشوف الإحصائيات على مدة شهر أو شهر ونصف، ثم يكون هناك قرارات، يعني دائما القرارات تكون على حسب الإحصائيات الآنية. أكيد. طيب هناك حديث عن أنه مياه البحر لا تنقل الفيروس، هل هذا صحيح؟ شوفي، هذا الفيروس راه جديد. نعم. وكل مدة عندنا معطيات جديدة. نعم. فيما يخص الحاجة المليحة، الأشعة ما فوق البنفسجية تؤثر على الفيروس. نعم. وليس الحرارة، لأن هناك كثير من البلدان الحارة التي تسجل حالات كبلدان قليل الحرارة. ولكن عندما تكون هناك أشعة بنفسجية في الخارج تؤثر يعني على الفيروس إيجابيا.
فيما يخص ماء البحر هناك اقاويل ولكن لا توجد حاليه دراسه علميه تؤكد ذلك. احنا واش نخاف اكثر في البحر يعني في الاصطياد؟ ليس ماء البحر ولكن الاحتكاك بين المواطنين، هذا هو المشكل. نعم. نعم شكرا.